السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فصحى حرة. في هذا البرنامج كما تعرفوا مشاهدينا نرصد أهم ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وهي وسائل الإعلام الجديدة، لنرصد المواقف والمواضيع الهامة التي يثيرها المدونون وكذلك الباحثون والمهتمون. طبعا مشاهدينا، في موريتانيا خلال الأسبوع الماضي وتحديدا في نواكشوط، احتضنت نواكشوط ندوة إعلامية نظموها مجموعة من الباحثين والأساتذة والإعلاميين للتطرق لموضوع الحركة التدوينية في موريتانيا ومستوى تأثيرها. بخصوص هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفي هنا في الاستديو الأستاذ والإعلامي الدكتور محمد أولي الشيخ. أهلا وسهلا بكم أستاذ. أهلا بكم، مرحبا. بداية حسب متابعتكم للمشهد في موريتانيا، ما مستوى الحركة التدوينية وهل استطاع المدون أن يقدم دوره الهادف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. لا شك أن من يتابع المشهد التدويني في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة يدرك بجلاء أن هذا المشهد شهد تطورا كبيرا وشهد حضورا لافتا، جعل المدونين الموريتانيين يشاركون مشاركة فاعلة في صناعة الحدث السياسي والاجتماعي والإعلامي. فالحركة التدوينية الموريتانية تتميز بقدرات أصحابها اللغوية، وهي تختلف عن كثير من مثيلاتها في الوطن العربي، في أنه الموريتاني بطبعه لغته العربية جيدة، وقدراته أيضا على صياغة اللغة هي قدرات آلية، حتى لأنه يمتلك ناصية اللغة. وسهولة الإنترنت نسبيا في موريتانيا جعلت الجميع يدخلون هذا العالم الهام الذي ساهم في تغيير مجتمعات أخرى قريبة منا ومجتمعات عربية شقيقة. جميل، برأيكم لأي حد يمكن للتدوين أو لدوين الموريتاني أن يؤثر في الرأي العام الوطني بموقف ما؟ الحقيقة أنه المدون في العالم العربي وفي موريتانيا خاصة أخذ دوره بشكل جيد خلال هذه الفترة، من خلال الحضور اللافت والتناول اليومي للشأن المحلي، حتى أنه أنا أستطيع أن أقول بكل ثقة أنه المصداقية اللي يتمتع بها المدون الموريتاني أقوى من بعض وسائل التواصل أو وسائل الإعلام التقليدية الأخرى كالصحف مثلا، حتى أنه من يشاهد الفيسبوك الموريتاني أو تويتر الموريتاني يدرك حجم المنافسة وحجم الثراء الجم الذي يميز هذا الفضاء الإلكتروني. نريد أن نعرف ما هي أهم العوامل التي يمكن أن تطور التدوين في موريتانيا وتبرز انعكاساته سواء على المستوى الاجتماعي والسياسي وكذلك في مختلف مناحي الحياة. برأيي أنه صحافة المواطنة اللي هي الصحافة اللي يتحدث بها المدونون بشكل عام هي صحافة لا تتطلب الكثير من المؤهلات العلمية، ليست مثل الصحافة التقليدية التي تتطلب مؤهل جامعي ومؤهل تعليمي عالي. فالصحافة بالنسبة للمدونين لا تتطلب أكثر من لغة سليمة وسلسة وحضور في المشهد السياسي اليومي وقدرة على التحليل وعلى تفكيك مفردات العملية السياسية اليومية. فمن يشاهد الآن مثلا المدون الموريتاني، يشاهد المدونين الموريتانيين الآن وهم يخوضون صراعا بين من يناصر الدستور ومن لا يناصر الاستفتاء، يجد إلى أي حد استطاع هؤلاء المدونين إثراء الساحة فعليا وتوفير فضاء غني للمتابعين لهذا العالم الافتراضي. جميل، بالحديث عن مناصرة التعديلات الدستورية ورفضها من جهة، مشاهدينا الكرام سنتابع الآن تقرير أعد بخصوص هاشتاغات ظهرت في خلال هذا الأسبوع، منها هاشتاغ رافض للتعديلات الدستورية، إضافة أيضا مشاهدينا إلى هاشتاغ آخر داعم للتعديلات الدستورية. ونص الهاشتاغ الأول يقول ماني ذاري، فيما يقول نص الهاشتاغ الثاني لاهي نزرق. إذن مشاهدينا سنتابع ورقة بهذا الخصوص مع الزميلة في هذا العنصر التالي. الصراع السياسي بين الداعمين للتعديلات الدستورية والرافضين لها انتقل من الواقع إلى العالم الافتراضي، بل إن هذا الفضاء يشهد حملة ربما تكون أقوى. عبارات من قبيل لاهي نزرق وماني زارق وتعني الأولى المشاركة، بينما تعني الثانية المقاطعة، سيطرت على فيسبوك. المدون عبد الله الراعي كتب لي أن الإنجازات شاهدة وماذلة للشعب، سوف أصوت بنعم. بدوره المدون أحمد محمد عدد ما يراها أسبابا سياسية وجيهة تقتضي التعجيل الدستوري المقترح، منها رفع وصاية الطبقة السياسية واحتكارها التعبير باسم الشعب.
صفحة أصدقاء الوزير الأول نشرت ما ترى أنها مبررات التعديل الدستوري، واستخدمت كلمة نعم باللغات الوطنية المعتمدة واللغة الفرنسية. المدون التراد أحمد أحمد اعتبر أن التعديلات الدستورية لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وبالتالي فهي تستحق التصويت. بعض الداعمين للتعديلات الدستورية اختار استخدام أساليب طريفة، حيث كتب الصحفي سيدي والنمين ماني بعد قالونها تحكرهم في إشارة إلى مثل حساني شهير. المدون أحمد محمد محمد ذهب في نفس الطريق، حيث كتب ماني زارق الرئيس محمد العبد العزيز. المناهضون للتعديلات الدستورية استخدموا وشم ماني زارق، حيث كتب المدون أحمد سالم أحمد أقول وبكل اللغات ماني زارق. في حين اختار المدون الطيب أعمر وضع صورة العلم الحالي وكتب لا للتعديلات الدستورية. محمد لمين كيبود رأى أن الاستفتاء عبثي ويشكل تلاعبا بالدستور، خاتما تدوينته برفض التعديلات. الصحفي والمدون سيدي محمد والبلعمش اختار طريقا ثالثا، حيث كتب أن الموريتانيين يجعلون من كل حدث مناسبة للشعر والغنى، مستشهدا بما أثاره الجدل الحالي على صفحات التواصل الاجتماعي. إذا المشاهدين بعد ما شفنا هذا التقرير اللي يتعلق بهاشتاج ماني زارق وهاشتاج ليه نزرق، نعود لضيفنا هنا في الاستديو. طبعا بعد ما شفنا مواقف متعددة، مواقف متباينة، الكثير من المواطنين الموريتانيين والمدونين يعبرون عن موقفهم الرافض للتعديلات الدستورية أو مقاطعة الاقتراع حول التعديلات الدستورية. كذلك هذا كان إلى جانب مدونين آخرين قالوا أنهم سيصوتون للتعديلات الدستورية من خلال هاشتاج لاهي نزرق. إذا في هذا الموضوع نعود أيضا إلى ضيفي هنا في الاستديو الدكتور محمد الشيخ، أستاذ الإعلام بجامعة قطر. أهلا بكم من جديد أو مرة أخرى. تابعنا هذا التقرير، هناك الكثير من المدونين يطالبون بمقاطعة الاقتراع، وآخرون يطالبون بدعم هذه التعديلات الدستورية من خلال تصويت بنعم والله من خلال اللي يسموه هما له نزرق. إذا نزرق هم يدعون كل رجال يزرق. نختار نعرف هنا تياها منظرة، كان هذه الحملة المعدلة على وسائل التواصل الاجتماعي كان بإمكانها أن تؤثر بشكل قوي على مجريات الحملة اللي تنظم في موريتان بشأن الاقتراع على التعديلات الدستورية. طبعا هذا المشهد يؤكد ديمقراطية الفضاء الإلكتروني وديمقراطية المدونين ومناقشتهم واهتمامهم بالشأن المحلي، لأن هذا الموضوع هو موضوع الساعة في موريتانيا الآن. وهذا فعلا أنا أثمن هذين الهاشتاجين أو هذه الهاشتاجات التي تتعامل بطريقة ديمقراطية مع المشهد. بالنسبة للتأثير، من وجهة نظري أنه لا يزال تأثير الفضاء الإلكتروني هو تأثير نخبوي، فمن يمتلكون القدرة على تحليل أو تفكيك مفردات هذا الفضاء هم أقلة ومن المثقفين طبعا، ولا شك أنها لن تؤثر على تغيير الاتجاهات، لأن كل جماعة ستتخندق حول الاتجاه المناصر لها، فمن يناصرون الاستفتاء لن يؤثر عليهم الآخرون وكذلك العكس. ولكن يبقى الفضاء الإلكتروني غني بهذا المشهد، بهذه المشهدية الجيدة وبهذا الحضور اللافت في تناول قضية هامة جدا كقضية الاستفتاء الوطني. إذن هل من خلال هذا التفاعل يمكن أن يتم تأثير على بعض الآخرين الموريتانيين ممن لم يحددوا بعض موقفهم من هذا الاقتراع؟ إلى حد ما، وإن كان كما قلت بشكل أقل من ما يفترضه البعض، قد يكون في هناك بعض المثقفين المشهورين تكون رؤيتهم للمشهد تغير بعض الآراء، ولكن بشكل عام الرأي العام هو الرأي العام المحلي في عمومه هو رأي عام لا يزال تقليدي، ولا يزال الأطر الاجتماعية التقليدية التي تتحكم فيه أكثر من تحكم الأطر الافتراضية كما هو المشهد بالنسبة للعالم الافتراضي في الفيسبوك أو التويتر. نشكرك دكتور محمد والشيخ أستاذ الإعلام وباحث وإعلامي، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور. إذا مشاهدينا الكرام، تعقيبا على الحملة التي أطلقها الشباب ومدونون تحت هاشتاج ماني زارق، ظهرت الإعلامية الموريتانية المعروفة منتلم رابط في فيديو أو رسالة بعثتها لبرنامج فصحى حرة على الواتساب. سنتابع تعقيب منتلم رابط. رأيي عن هذه الحملة اللي عنوانها ماني زارق، عن هالناس اللي عدلتها واجهة ما تخامت فيها، أنها ما هي محترمة للمواطن حقه في حرية التعبير والصوت اللي هو وجوده الذي ينقل الساحة الوطنية وهو السلاح، والتصويت واجب أمه للوطني، وطن واجب الوطن عليها لم يصوت. زارق بعد ما لم يزرق، المواطن يزرق، والمواطن يزرق بقناعته هو بذاك اللي ظهر له، وكافي مصادرة إرادة الشعب. أنا ندور نزرق بعد،
هي للتعديلات الدستورية وعرضي بين زربيل بن عام أنا هي الشعب ولي التحدي صادر إرادتي. أنت مواطن آخر ظاهر لك لأن التعديلات ما هي مناسبة بالنسبة لك، صوت صوت بلعبت مليلي قناتك يا غير سابت تعدلها بكر اقرأهم خرصوا من اللي بيضاف المعدلين شني، خلي عنك الرفض المبدئي والحكم المسبق، وخلي عنك هذه الترويجات اللي بروباغاند اللي واحد فيها شن الناس اللي أغراضه قطعا عنها ما هي ما هي ما هي ما هي احترام إرادة الشعب. حد قال لك إنك لا تزرق هموس صادر إرادتك ولا تقبله، أنا بعد ما لي قبلت وحد سامي ما يقبل. إذن شكرا جزيلا للإعلامية متان أنت المرابط على هذا التعقيب، وطبعا نواصل مع حلقتنا هذه من برنامج فصحى حرة، نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج فصحى حرة. خلال الأسبوع الماضي نشر صحفي موريتاني معروف يدعى عبد الله الخليل ما اعتبره تجربة أو مغامرة حين استعد هو نفسه ليكون جزءا من تجسيد هذه التجربة. ما رأيكم في أن نتابع هذه التجربة التي يتحدث عنها الصحفي عبد الله الخليل ويعتبرها مغامرة حين طبعا كان جزءا من تجسيدها؟ يعقوب أو ما بث يشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بحلاق النار، كان أول حلاق لي في حياتي أيام المراهقة في قرية مبروك الجميلة سنة 2002. اليوم أعود إلى يعقوب لأكتشف الحكاية وأسترجع الماضي الجميل. كان أول حلاق المبروك كنت الحنين أدريت أشتغل أربعة أطوال وفي كان يعقوب الشيء من واقف شوطي كانوا يحلق لي نتيجة مع حضرات اللي كان نلاقى مع يعقوب في ناس كانوا يحلق لي مصبيك حلاقي المفضل. اليوم بعد سنوات نتيجة عوامل افترقنا عوامل جغرافية بعته أنا يختاروا رجع مش بارت عندي مفاجآت وكان من ضمن هذه المفاجآت اللي أعتبرناها الحقيقة مش عارف التوتر حتى رغم اللي كانت لحظات متهورة لحظة جميلة وأحيانا يعود في التهور يقولوا عنه في متعة خاصة متعة التهور. إذن مشاهدينا هي الحلاقة بالنار كما شاهدنا في هذا الفيديو الذي يظهر أيضا أنها مغامرة فعلا كما قال لنا الصحفي الذي ارتأى أن يكون جزءا من تجسيد هذه التجربة. إذن زميل الصحفي عبد الله الخليل راسلنا بهذا الخصوص بفيديو جاءنا في رسالة على الواتساب الخاص بالبرنامج، سنتابع هذه الرسالة التي بعثها لنا الصحفي الذي كان جزءا من تجربة المغامرة وهي الحلاقة بالنار. الحلاقة بالنار رغم متعتها إلا أنها مغامرة كبيرة خاصة على أمثالي من ذوي الشعر القطط. الحقيقة أن يعقوب من الحلاقين المتمكنين في بالحلاقة بالنار هنا في موريتانيا، وحسب تجربتي الحلاقة بالنار لا تضفي كثيرا على الحلاقة الطبيعية أو الروتينية، فهي مجرد توابل جمالية على الحلاقة، وفكرتها ربما هي فكرة دعائية أكثر لاستقطاب المزيد من الزبناء. شكرا جزيلا للصحفي عبد الله الخليل على هذا الفيديو الذي أرسله لنا عن طريق الواتساب، وهو تطبيق طبعا ضمن وسائل التواصل الاجتماعي التي يتفاعل من خلالها الكثير من المهتمين وصناع القرار كذلك إضافة إلى الفاعلين في مختلف المجالات. مشاهدينا بالفيديو وتجربة المغامرة بالحلاقة بالنار ننهي حلقتنا هذه من برنامج فصحى حرة، إلى أن يضمن لقاء آخر دمتم بخير.